grade 4, lesson 3, unit 7, اللي هي في المعاصر page 28 و30. هنقرا الباسج الموجوده في 30. الباسج دي يعني هتعلمنا بعض الافعال والتصريفات بتاعتها. هي بتتكلم عن stories او short story كده بمعنى grandpa and his box of memory، يعني جدي وصندوق الذكريات بتاعه. grandpa and his box of memories. memories معناها الذكريات او الحاجات اللي هي ذكرى. look this was my street. بص يا شباب، احنا تعلمنا قبل كده ان في حاجة اسمها quotation mark. يعني ايه quotation mark؟ هم علامات التنصيص. شايفين علامات التنصيص دي؟ علامات التنصيص دي يعني الكلام اللي انا حطاه بين علامات التنصيص، الكلام ده هو اللي قاله الشخص اللي كاتبين اسمه بعد الجملة. يبقى look this was my street grandpa was very excited. يبقى مين اللي قال الكلام ده؟ grandpa. واحنا اخدنا كلامه زي ما هو دايركت مباشر وحطناه بين علامات التنصيص. We were in the village, in the village where he grew up. We were، احنا كنا، in the village في القرية where he grew up، لما هو كان كبر فيها. grew الماضي بتاع او الباست بتاع grow، grew. It's near the colony of ميمون، من ميمون، ميمنون. انا مش عارفه مين ميمنون دي، بس اوكي مكان يعني. It was very quiet. شايفين برضو الكوتيشن مارك دول علامات التنصيص. It was very quiet، كانت هاديه جدا. When I lived here، when I lived here، عندما انا عشت هنا. said grandpa، اللي قال الكلام اللي بين quotation mark ده هو جده. now there are lots of visitors from all around the world. now دلوقتي في كتير من ال visitors الزائرين from all around the world، من جميع أنحاء العالم. that's where my friend lived. هنا that's where my friend lived، المكان ده اللي عاش فيه صديقي. we played football، لعبنا كرة قدم. on this street، لعبنا كرة قدم في الشارع ده. there were no cars then، ما كانش فيه اي عربيات هناك. grandpa looked right and left، بص يمين وشمال. looked نظر وخلص الباست برضو. and he crossed، وهو عدى. the road، عدى الرود، اللي هو مين الرود؟ اللي هو الطريق. cross the road. the road had، يعني كان في lots of trucks and cars، كان في كثير من trucks الشاحنات and cars. and this he said، and this he said، يعني الكلام اللي قاله ده بالquotation mark جده اللي قاله. is where I lived، المكان اللي أنا هنا أنا كنت عايش. we looked at the space، بصينا كده المكان فاضي. space فضاء يعني مكان فاضي. there was no house، مفيش أي بيت. there was only grass and one big tree، في بس حشائش وشجرة كبيرة. grass and one big tree، وشجرة كبيرة. I wonder ده verb بمعنى أتساءل. أنا أتساءل. I wonder it was so many years ago. ده كل ده مين اللي بيتكلم؟ grandpa، جده برضو بيتكلم. it was so many years ago، ده كان من سنين قد كتير. grandpa looked at the tree، وبص grandpa على الشجرة. grandpa walked to the tree، ومشي to the tree. he looked at the ground، بص على الأرض. then he started digging، بدأ إن هو digging يحفر، بدأ يحفر. he pulled out، pull بمعنى يسحب. pulled سحب. pulled out an old metal box، طلع من المكان ده old metal box، صندوق قديم من المعدن.
He had a big smile. كان عنده big smile on his face. Look, he said. بصوا كده. هو قال. He was very excited. كان متحمس جدا. He was very excited. We were eight years old. إحنا كان عمرنا eight. عمرنا 8 سنين. When we burned. Burned, الverب بتاع bury, يدفن. Burned, دفن وخلص. Buried, this, ما عملنا, دفننا الكلام ده. Let's sit down, يلا نقعد. And look inside the box. ونبص جوه الصندوق. Yes, please, I said. I'm very curious. Curious, أخذناها قبل كده في الفيرست ترم, في الترم الأول, بمعنى فضولي. يعني أنا عندي حب الاستطلاع, أعرف إيه اللي موجود في الميموري بوكس دي أو في صندوق الذكريات بتاعت جده. طبعاً طالما اتكلمنا عن ستوري قديمة, يبقى لازم نستخدم التنس بتاعنا أو الزمن بتاعنا اللي بنقول عليه الباست سيمبل. طيب تعالوا أفكركم كده بالباست سيمبل مع بعض. لما كنا بنتكلم عن الباست سيمبل قلنا ان احنا لازم نعرف اول حاجه في اي زمن نعرفه اليوسيج بتاعه او استخدامه. يعني احنا بنستخدمه ليه؟ احنا بنستخدمه to talk about, عشان نتكلم عن to talk about something that happened, حاجه حصلت in the past, حاجه عملناها وخلصت في الباست, في الماضي. زي بالظبط جده لما كان بيحكي ان هو كان عايش هناك, هو عاش وخلص, كان بيعمل, صديقه كان هناك, كان بيلعب هناك, كل حاجة حصلت وخلصت, فبنستخدم معاها الباست سيمبل. طيب الباست سيمبل بيتكون ازاي؟ قلنا ان الباست سيمبل هو التصريف التاني. يعني ايه التصريف التاني؟ يعني الفيرب بتاعنا بنحوله للباست الماضي, ان احنا بنجيب الشكل التاني. طب ليه كم نوع؟ ازاي بنحوله؟ لاما يكون regular verbs, يعني افعال منتظمة, لإما تكون irregular verbs, أفعال غير منتظمة. طيب تعالوا نراجع مع بعض irregular verbs بنعمل إيه فيها. بصي يا حبايبي, irregular verbs ممكن نضيف لها d أو ed or ied أو نعمل double لآخر حرف. يعني إيه؟ لو أنا عندي verb زي verb مثلا, ناخد verb بسيط كده زي verb clean. Wait. Verb clean. Clean. لما نيجي نخليه في الباست هنروح نحط له ED عادي جدا ونخليه cleaned. طيب لو أنا عندي verb زي verb like. Like means verb regular منتظم, آخره E, فهنروح نخليه في الباست ونخليه liked. هنضيف له دي فقط, دي بس. طب لو انا عندي فيرب زي فيرب كراي, يبكي, مشكلتنا بقى في الواي, ان الواي لو في اخر الفيرب, يعني في واي في اخر الفعل, في اخر الفعل, الواي دي لازم نبص على اللي قبلها. اللي قبلها لو كان حرف ساكن او لو كان حرف متحرك. يعني ايه حرف ساكن؟ يعني اي حرف في الانجليش, اي letter ما عدا الاي والاي والاي والاو واليو, دول بنقول عليهم consonants, او اللي هم اللي غيرهم يعني بنقول عليهم consonants, زي الار, زي الال, زي الام, كل دول consonants letters او حروف ساكنه. طيب طب لو الواي قبليها في vowel, مين هم الفاولز؟ الاي والاي والاي والاو واليو. يعني في كده vowel اهو زي play هنا, الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U. يبقى بالراحة كده تاني, الـ Y لو قبلها R أو أي consonants أو أي حرف ساكن, بالعربي هو حرف ساكن, يعني حروف كلها العادية ما عدا المتحركين. نعمل إيه بقى في الـ Y؟ نحذف الـ Y ونضيف مكانها IED. يبقى نعمل إيه بقى في الـ Y لما يكون قبلها حد مش vowel, قبلها consonant, قبلها حرف ساكن؟ نحذف الواي ونضيف مكانها IED. طب يا ميس لو الواي قبلها vowel, يعني ايه vowel؟ يعني الحروف المتحركة اللي هما الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U. الواي تفضل زي ما هي grade 4, تفضل زي ما هي, ونضيف عادي ED.
اعتقد ان انتوا فاكرين الكلام ده، وانا هرجعت لكم وهديكم اكسرسايز عليهم. طب يا ميس، لو انا بقى عندي فيرب فعل، والفعل ده اخره الحرف اللي قبل الاخير كان فاول، يعني هو فيه one vowel، من هم الفاولز اللي هم الحروف المتحركة اللي هم مين؟ الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U. لقيت فعل الحرف اللي قبل الأخير vowel، نعمل إيه عشان نضيف E دي؟ لازم نعمل double. يعني إيه يا ميس؟ بصوا ركزوا كده معايا. لو أنا عندي verb زي verb hop، hop يعني يقفز على رجل واحدة. لو انا عايزه اقول قفز واخلص، هبص كده للفيرب بتاعي. بصوا الفيرب بتاعي هنا فيه او، واو يعني واحد بس متحرك قبل الاخير، لازم يكون ايه؟ one vowel قبل الاخير، one vowel قبل الاخير. الشرط بتاعنا واحد بس من المتحركين مكانه قبل الاخير. نعمل ايه يا ميس؟ نعمل دبل للاخير، يعني هنخليها h o double b ed hobbit. طيب بالراحه كده عشان نتعلمهم، هوريكم اكسرسايز في كل الامثله دي، ان احنا نضيف ed ولا d بس or ied، وهنعمل دبل للحرف الاخير. wait كريم، يلا كريم كده شوف لنا نمبر 1 اللي هي play. بتعمل ايه في play؟ تبقى انا هحط ed. هنحط اي دي ليه؟ لان هي فيها واي، قبل الواي في فاول، الواي ما بتمشيش لما يكون في فاول، يبقى نعمل ايه؟ نكتبها هي بلاي ونضيف لها بس اي دي. تمام. لا سلمى، نمبر 3، نمبر 2 اللي هي فيها اس اس دي. اوكي هنغير حاجه فيها؟ لا لا، يبقى هنضيف ايه بس؟ اي دي. هنضيف اي دي تبقى كيزد، كيزد. اوكي يلا يا ادم، نمبر 3. اوكي تتشال، هنضيف لها اي دي. هنضيف لها اي دي زي ما هي، لان هي ما فيهاش اي حاجه، ريجولار فيرب عاديه. يلا واتش يا سما، اي دي واتش تبقى واتشت كمان. الما، طب لو انا عندي لسن يا الما، لسن هتبقى برضو زي ما هي. طب ينفع نعمل دبل لحرف الان؟ لا لا. ليه؟ احنا امتى عشان هي ايه؟ ريجولر، هي كله ريجولر، كله منتظم. لكن ليه هنا مش هنضعف الحرف الاخير؟ لان انا عندي في لسن هنا يا الما two vowels، هي لازم تكون كام vowel بس؟ one vowel قبل الأخير. هنا في كام vowel عندك؟ two vowel، يبقى هنعمل إيه؟ هنضيف ed بس تبقى listened. أوكي طيب يلا يا أدهم، لو أنا عندي أدهم live يعيش، يا كريم live، سوري يا كريم live، نحط دي، هنضيف له دي بس، لأن هو أصلاً أو آخره إي، فلما نيجي نخليه في الباست هنضيف له دي. أوكي سلمى، لو أنا عندي ووش يا سلمى، هتبقى ووش، هنضيف لها إيه برضو؟ إي دي. أوكي طيب يلا يا آدم، آدم لو أنا عندي فيرب زي فيرب، بص كده، wait ينتظر. wait ed، هنضيف ed على طول، لان احنا مش هنعمل دبل هنا، ان عندي two vowels. اوكي طب يلا يا سما، لو انا عندي يا سما try، i ed، ايوه try، في y والy قبليها مش vowel، قبليها consonant، حرف ساكن. نعمل ايه في الy؟ نروح نحذف الy ونضيف مكانها اي اي دي، هتبقى ترايد. اوكي طيب يلا يا الما، لو انا عندي الما تشيك، تشيك هتبقى تشيك، يعني اي دي برضو. ينفع نعمل هنا دبل يا الما؟ لا
لا لان احنا عندنا one vowel اهو one vowel بس مكانه فين مش قبل الاخير مكانه فين مش في قبل الاخير مش قبل الاخير اوكي طب يا كريم لو انا عندي study study هنشيل الواي ونحط اي يس برافو عليك study في واي والواي قبلها constant او حرف ساكن مش متحرك نعمل ايه نحذف الواي ونضيف اي اي دي اوكي طيب يلا يا سلمى سلمى لو عندي ask 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 ده فيرب بمعنى يسأل ask نضيف له ايدي على طول ده كلهم regular منتظمين طيب ادم لو انا عندي ادم فيرب نيد هنضيف يا تيتشر ايدي هنضيف ايدي لان مفيش اي قاعده بتدل عليها فايدي عادي جدا طيب نفس الكلام برضو كلهم انا هبعت لكم البيج دي هنحلها في ان احنا نعمل دبل زي كلمه ستوب نعمل لها دبل لما يكون عندنا worry اخرها واي وقبليها حرف ساكن نعمل ايه نحذف الواي ونضيف اي اي دي كده يعتبر رجعنا بس الجزء الاول من الريجولار فيربس او الفيربس اللي هي منتظمه بنضيف لها دي او اي دي اي اي دي او نعمل دبل لو عندنا وان فاول قبل الاخير اوكي جريد 4 طبعا طبعا الجزء الثاني بتاع الباست الماضي هم الايرريجولار فيربس فانا هعمل ايه هبعمل لكم فيديو صغير للإيرريجولار فيربس هعمل لكم الباس البريزنت والباس طبعا لازم نحفظهم لأنهم ما فهمش شرح هما حفظ تعرف إن الفيرب ده إيه اسمه إيه والباس بتاعه اسمه إيه أوكي أوكي see you next time grade 4 أوكي باي باي